استقبلت بلدية شخرى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ورؤساء المصالح والأجهزة التابعة له بالحكومة المؤقتة، وكذلك عضو مجلس النواب عنتا زربو محمد موسى دوما وعمداء البلديات في مناطق الواحات للاجتماع في جلسة تشاورية حول أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات في أداء أعمالها في فتح وإنشاء بعض الطرق وصيانتها لحل المختنقات داخل المدن. بلدية شخرة نستقبل رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ورؤساء المصالح والأجهزة التابعة للهيئة، وكذلك عضو البرلمان السيد محمد موسى دوما عنتا زربو، ورؤساء المكاتب وعمداء البلديات في مناطق الواحات للاجتماع تقابلي مع الهيئة العامة للمواصلات في من بلدية الواحات. فاليوم كان نقاشنا يدور حول الطرق، خاصة طريق أجدابية أوجلة جهل وشخرة، وكذلك الطرق الداخلية داخل مناطق الواحات، والطرق الرئيسية مثل شخرة العريضة وشخرة البيضان. الاجتماع تناول حول الطرق، خاصة طريق أجدابية أوجلة جهل وشخرة، وكذلك الطرق الداخلية في مناطق الواحات والطرق الرئيسية مثل شخرة العريضة شخرة البيضان، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة زيادة كل المرافق بالواحة لدعم المطار المدني. والغرض هذه الزيارة طبعا إن شاء الله غدا صباحا أنا أنتقل إلى مدينة زربو للوقوف على المشاكل الموجودة غادي. طبعا هذه المنطقة تعاني كثيرا من التهميش، سواء كان في النظام السابق أو في ما بعد الثورة، وهذه المناطق تحتاج إلى رعاية خاصة بكونها أنها هي تمثل ربع مساحة ليبيا. أضف إلى ذلك أن هذه المناطق أهملت من ناحية الطرق، رغم أن الخير كله موجود في ليبيا سواء كان نفط أو ماء أو غاز، وهذه طبعا نتيجة عدم وصول الجهات الرسمية لهذه المناطق. رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل خالد أحمد موسى أكد خلال الاجتماع على أن طريق شخرة العريضة جاهزة وسيتم التعاقد عليها خلال الأسبوعين القادمين. أما شخرة البيضان وطريق إجدابية أوجلة جهل وشخرة طريق الصيانة سيتم تسليمهم لمكتب للدراسة. تأتي زيارة الوفد ضمن جولة تفقدية يقوم بها رئيس هيئة المواصلات والنقل لبلدية الجنوب الشرقي لليبيا. رامي المنصوري، ليبيا الحدث.